علينا أن نميز بين سائرون وبين التيار الصدري. أن سائرون جهة سياسية، وبالتالي ما ذكرتم من أسماءهم يتبعون إلى تحالف سائرون أو إلى كتلة الأحرار سابقا، وهم ضمن العملية السياسية في العراق. والتيار الصدري أو تحالف سائرون هو جزء أساسي من العملية السياسية، وبالتالي نحن يعني نشارك بهذه العملية بكل قوة كحال بقية الشركاء. الجانب الآخر، ما ذكرتم من أسماء يشكلون نسبة 9% من عدد 80. وكما تفضل الأستاذ كاظم الصيادي سيادة النائب، جميع القوى السياسية قد اشتركت في الدرجات الخاصة، ولا نعني بذلك ملف السفراء. جميع الملفات أو جميع الدرجات الخاصة فيها مشاركة لجميع القوى السياسية وبنسب متفاوتة بحسب الحجم الانتخابي. طيب، ولكن علينا أن نشخص أين تكمن المشكلة. المشكلة ليس في الأسماء وفي هذه الموضوعات، المشكلة بالجهة القطاعية. الجميع يعلم أنه الجهة المسؤولة عن ترشيح السفراء هي وزارة الخارجية. وبعد ذلك مجلس الوزراء، وبعد ذلك تأتي هذه القوائم إلى مجلس النواب العراقي. أي أن المسؤولية بموجب المادة 78 والمادة 80 من الدستور تقع على عاتق الجهة القطاعية، هي المسؤولة في الموافقة أو الرفض، كحال وزارة التعليم العالي أيضا تمتلك بحدود 700 درجة وظيفية خاصة، ولكن تقدم من قبل وزارة التعليم وهي المسؤولة عن تعيينهم، ومن ثم تدفع بهم إلى مجلس الوزراء. بالتالي اليوم علينا أن نناقش هذه القضية بشكل واضح، ونقول هذا الملف طبيعي ضمن السياقات الطبيعية، ولكن الإشكالية تكمن في الجهة التي ترشح بعض الأسماء. طيب أستاذ رياض، غير المعتد بها، يعني التي لا تمتلك هذه الأسماء.